كلنا عارفين ان صعيد مصر بطبيعه الحال بيتميز دايما باصوات عظيمه جدا فيما يتعلق بمدح النبي عليه الصلاه والسلام. الانشاد الديني. امبارح كان في حفل توقيع ومناقشه كتاب ياسين التهامي اسرار عميد دوله المداحين. الكتاب ده كتبه الاعلام الدكتور محمد الباز، وكان هذا التوقيع في مسرح وزاره الشباب والرياضه بالعجوزه بحضور الشيخ ياسين التهامي وعدد كبير من محبيه ومتابعيه. صدور كتاب عن الشيخ ياسين التهامي هذا حدث في حد ذاته، وهذا الحدث يتعاظم عندما يكتب الكتاب الكاتب السياسي والصحفي دكتور محمد الباز. الشيخ ياسين التهامي ظاهرة، وخصوصا عندنا في صعيد مصر حيث يعني المريدين كثر. أنا حضرت له الحقيقة في محافظات عديدة وشفت الجمهور حواليه إزاي، والنهاردة زي ما أنا شايف برضه الجمهور مش بس المثقفين ولكن عدد من المواطنين والمريدين العاديين. الكتاب في حد ذاته زي ما بقول حدث يتناول الظاهرة من البداية إلى النهاية، يتناول تأثره بشيوخ الصوفية، ويتناول أيضا تأثيره في المجتمع المصري. أنا سعيد أن أنا أبقى موجود، سعيد أن يبقى فيه كتاب بهذا الشكل، وسعيد أن احنا نأرخ للرموز سواء كانت دينية أو وطنية، بحيث بالفعل أعتقد أن الكتاب ده هيبقى مرجعية لأجيال كثيرة جدا، وأتصور أيضا أنه هيكون عليه إقبال كبير جدا. احنا النهاردة بنطلق كتاب الشيخ ياسين التهامي أسرار عميد دولة المداحين. الحقيقة هو كتاب مش بس بيسجل مسيرة الشيخ ياسين التهامي خلال 50 سنة من بداية رحلته مع الإنشاد سنة 73 لحد الوقت ربنا يديله طولة العمر، ولكن هو كمان توثيق لحالة روحية نادرة جدا. يمكن الشيخ ياسين التهامي بيتميز عن كتير من المداحين بالحالة الصوفية الخالصة النادرة اللي يمكن خلت ملايين من المتابعين مش في مصر بس ولكن في العالم كله. الكتاب الحقيقة أنا بعتبره جزء قليل جدا من اللي هو يستحقه في مسيرته، خاصة أنه أنا لما اقتربت منه فلقيت أنه هو بالفعل شخص زاهد جدا. يمكن كانت في معاناة شوية لإقناعه أنه يطلع كتاب عنه، لأنه دايما يقول أنا يعني مين عشان يتعمل عني كتاب. لكن احنا خلال رحلة معاه يمكن استمرت حوالي سنة ونص من اللقاءات ومن المتابعات ومن النقاشات، فقدرت أقدم في هذا الكتاب أسرار كتيرة جدا عن حياته، آراء كتيرة جدا لي في الحياة، عن الإنشاد، عن المنشدين، عن الصوفية، عن حتى الخطاب الديني، لأنه ولي رؤية يعني مهمة جدا. فالكتاب هو كشف لي جوانب كتيرة جدا ما يعرفهاش ناس عن الشيخ ياسين التهامي. الكتاب ده شايل أكتر من الورق اللي شايله، يعني الكتاب ده شايل جرعة أو يعني دفعة روحية كده أكتر من اللي الورق. الكتاب ده يتجاوز فكرة لما تقرأ الكتاب هتلاقي إن الكتاب أصلا فيه طاقة الشيخ ياسين عكسها، ما نعرفش يعني هو أصلا آليات الانعكاس ده إيه، بس الكتاب هتلاقي فيه أصلا بعد يتعدى حدود المادة وحدود الورق. برضو نفس روح الشيخ ياسين اتنقلت ببراعة، طبعا بتوفيق ربنا أصلا، يعني هو يعني ما حدش يعني دكتور الباز طبعا مجتهد والتقطات كبيره في الكتاب طبعا، وهو كان هو نفسه بيقول ان الكتاب ده مكتوب بشكل اصلا غير منهجيه الصحفي وغير منهجيه المحب حتى اصلا. الكتاب ده اصلا مبني على فكره محبه بين الطرفين، وطبعا انا انضميت اليهم مؤخرا كناشر. يعني طبعا الكتاب بيصدر مع احتفالنا بمولد سيدنا الامام الحسين، ويمكن الكتاب بيشرح للناس سر صعود الشيخ ياسين التهامي وتصدره للقمه لكل هذه السنوات. صحيح، يمكن ده فكرني برضو بكاتبنا العظيم جمال حمدان لما قال ان المصريين لهم اجناس اربعه. اتكلم عن النوبه وقال ان اصولهم يعني فرعونيه، واتكلم عن وجه بحري، واتكلم عن السواحليه، ولما اتكلم عن الصعيد قال ان الصعيد اغلبهم اتى من شبه الجزيره العربيه. ده بيعيدنا لنفس القصه، ان كل مكان من دول ليه الفولكلور بتاعه. الصعيد اهم فولكلور عنده هو مدح سيدنا النبي، هو حفلات الذكر. الحفلات بتاعت ياسين التهامي بيحضرها الالاف، في عشرات الالاف، وساعات بتوصل ارقام ضخمه جدا. بيسموه عمرو دياب الصعيد، رجل معروف
بين كل أهالي الصعيد بقدرته على الذكر بشكل معين واستمتاع أهالي الصعيد بهذا النغم الصوتي وهذا النغم أيضا الموسيقي اللي بيصاحبه.